مشهورة مشهورة يا بابا استشهد لي أربع أولاد، أربع أطفال يعني صغار، وأمهم في الحرب 21/15/5. والله بالنسبة لحياتي يعني أكذب عليك أقول لك فيش حياة، يعني بالنسبة لحياة انعدمت، اللي يعني الأمل بوجه الله عز وجل يعني، وربنا اللي خلى لنا الطفل الناجي الوحيد عمر، يعني اللي حتى يدفعنا إنه نواصل المسيرة، يعني نبدأ حياتنا من جديد ونضلنا مصمدين في الحياة. أما يعني هي بمر علينا جو شهر رمضان فيش حدا، يعني أنا بقعد على الفطور لحالي، فيش حدا معي، لدرجة يعني أنا فطوري في البيت بقدرش أفطر في البيت بنحمل الألم يعني. والله يا عمر يعني إحنا مهما عملنا له مهما اهتمينا فيه مش حنكون زي دور أمه، يعني إحنا إيش أنا بقدر ومعي بمساعدة بنت أخويا ايش بنقدر نعمله، يعني زي ما بيعمل الامهات، بس بنضلنا برضو ايش مقصرين معاه، يعني ايش بنقدر بايدنا بنعمل له متابعه، يعني من زيارات دوريه مثلا للعيادات لكذا، تجهيز اكل له، ايش بلزم بنعمل، بس برضو حنضلنا مقصرين، لان انت عارف يعني الام يعني في العمر هذا لازم تكون ايش بجانب الطفل يعني. اللي بيحصل في غزة مش نطلع عليه يعني العالم الدولي، يعني احنا اللي فقدناه في الحرب هذه الأخيرة فقدنا أربع أطفال وأمهم، ونسيب برضه فقد أربع أطفال وأمهم، إيش كان ذنبهم يعني؟ إيش الذنب اللي خلى اليهود يقصفوهم؟ الذنب الوحيد إنهم كانوا قاعدين في دورهم يعني، بس كانوا بيلعبوا في الدار، بيتسلوا، بيقضوا يوم كان يوم عيد، لكن العالم الخارجي كله ما حدش يعني حرك ساكن. يقصفوا الأطفال من دون أي ذنب، يقصفوا في الحمم البركانية، هم يعني يجلسون في بيوتهم، إيش الذنب تبعهم؟ هل لأنهم أطفال؟ طب وين اللي بيدعي حقوق الإنسان وحقوق الأطفال؟ إيش بيسووا؟ إيش بيعملوا؟ وين هم من هذه المجازر؟ Thank you.